الاجواء بتعقد باستديو عندنا اليوم، مش استديو حركه دايمه ورا بعد. اليوم عندنا داند كمان بدنا نحضره مع مارون جديد ناتالي، وعلى مراحل بدنا نقطع على الهواء بقى دايما. اكيد يعطيكم العافيه ويعطي عافيه لمارون، لانه هيدي شغله بدها وقت واكيد بدها تكنيك. هلا انا بجرب شوف، وعنده جايب معه مكنه جديده، قال لي في تكنيك جديده بقى لنشوف شو رح يعمل. بونجور مارون، بس لنقول له بونجور. ناتالي، اليوم بدنا نحكي عن اول شيء المسابقة. اوكي خلينا نعطي، مثل كل نهار جمعة في مسابقة جديدة، واكيد بدي اعطي اسامي الاشخاص اللي ربحوا معنا الاسبوع الماضي. الاصحاب الاشخاص اللي ربحوا هن نسرين نخلي والياس فضول. اكيد الجواب، خليني ارجع اقول شو هو كان السؤال. السؤال كان بين بيسكوي دايجستيف واحد وبيسكوي دايجستيف لايت، قد ايه فرق بالسعرات الحراريه؟ اكيد هو الفرق شيء كثير قليل. شيء كثير قليل صح، 5 6 بالبسكوي عم بيستبدل بالدهون، بالاكيد نسبه السكر والنشويات اللي موجوده بالبسكوي. دونك مبروك لنسرين نخلي والياس فضول. بس مش هيلثير اذا اكلنا لايت؟ هو ان كان لايت او عادي، كثير مهم انه ننتبه على الكميه اللي عم ناخذها، لانه مثل ما شفنا السعرات الحراريه منا كثير مختلفه. صحيح الدهون قليله، ولكن السكر كمان لازم ننتبه انه نخففه. سو خلينا دائما لو شو ما كنا عم ناكل لايت ولا مش لايت، ننتبه على الكميه، لانه كثير اوقات هيدا فخ بنوقع فيه وقت اللي بنشتري منتجات لايت. هل فينا نتعمل لايت لاولادنا الصغار؟ يعني في كتار بيطعمون بس السكر منه سكر عادي، هل مستحب نعطيهم لايت؟ بالاجمال وقت اللي بنحكي عن منتجات لايت، هيدي المنتجات اللايت فيها كثير معلومات مختلفه وفيها كثير عناصر غذائيه مختلفه، اكيد حسب كل منتج غذائي. بس بالاجمال وقت اللي بنحكي عن منتجات غذائيه لايت، اذا عم نعطي الاولاد كميه قليله ما في خطوره على الاولاد. اكيد اهم شيء انه الاولاد ما ياكلوا مثلا كل باكيه البسكوي اللي محلى بالسوربيتول او يعملوا جري يعني اكزاكتلي او حتى المشروبات الغازيه اللي محليه بالمحليات الاصطناعيه ما يشربوا كثير. دائما 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 الاعتدال هي الحل لكل شيء. اذا من وقت لوقت لا، هلا اكيد في كثير منتجات غذائيه لايت كثير بنوثق فيها ومدروسه كثير، بس عم نحكي عن كنا الاسبوع الماضي عن المنتجات الغذائيه اللي لازم ننتبه لها، مش يعني هي غلط، بس ننتبه نحن كيف نقرا وكيف نختار حسب نحن احتياجاتنا. الكومبيتيشن الجديده لهالاسبوع، ولكل المشاهدين اللي بهمهم انه يشاركوا الاسبوع الجاي، في اكثر من رابحين رح يكون معنا. والبرايسز كمان رح يكونوا اكثر من 2، لكن كل اللي بيهمهم يشاركوا بالمسابقه لازم يدخلوا على صفحه الفيسبوك تبع ام تي في الايف، واكيد يحطوا اكيد الجواب الصحيح، وما ينسوا بليز الايميل. وبدي اطلب من كل الاشخاص اللي عم بيبعتوا مسجز على الفيسبوك بيج، المسجز ما عم ينقروا، اوقات عم ينقروا مؤخر، سو بليز فوتوا على الصوره اللي رح نحطها هلا للمسابقه وجاوبوا على الصوره. على الصوره، وما تنسوا اكيد الايميل. السؤال الجديد، هلا موسم اعياد واكثر شيء بنفكر بنحكي مش بس بالكستنا، بالشوكولا، نحكي عن التروف وشوكولا، بنحكي كمان عن الماكارون وشوكولا، لانه هلا موسم دارج هالانواع من الحلويات. مين من هالنوعين من الحلويات فيه سعرات حراريه اكثر؟ يا هل ترى هو الشوكولا ماكارون وشوكولا ولا التروف وشوكولا؟ سو شو قولك انا ستيفاني؟ بقول لك جمعة تجي اسبوع جيب، لانه ماكارون فيه بدماند كمان، يمكن هيلثير او اخف من ما بعرف. في كمان كريم بالنص، في بحكي عنا اسبوع الجاي بالتفاصيل باعتقادي انا، ما بعرف. صح، وخاصه هلا مثلا بكره رح احكي عن الكريسماس ديزرتس حول العالم، شو هن العناصر او الانجريدينتس الصحيه بكل هالانجريدينتس هول بكل هالحلويات، واسبوع الجاي كمان. بس اليوم ستيفاني، اليوم موضوعي بلشته امبارح هو عن المنتجات الموسميه، او بالاحرى كل شيء بنلاقيه بالطبيعه، او حتى نحن شو فينا، كيف فينا نطبق الاشياء الغذائيه اللي ممكن انه نلاقيها بيومياتنا باكلنا اليومي. بلشت احكي امبارح عن اللقطين.
وحكيت عن أهمية اللقطين كمصدر للألياف، كمان مصدر للفيتامين أ وللأكيد البيتا كاروتين بالأحرى. قديش هو مهم أنه ندخله بكل أطباقنا هلأ، مش بس نعمل كارفينج للبومبكن بهالوين، ولكن كمان فينا نستعملها إن كان شوربة بالشوربة باليخيني، حتى فينا ندخلها مع البوري للولاد اللي ما كتير بيأكلوا خضرة، فينا ندخلها بالبوري مثلا، بنكون عم ندخل نسبة ألياف ونسبة فيتامين آ إضافية. ولكل اللي بيهمهم في على الويب سايت تبعولي www.nataliyaghi.com حتى ريسيبي عن البامكن سوب، كتير طيبة وأخذت كتير سكسي عند الأشخاص. عندي اثنين بامكن صغار بالبيت، ما بعرف ما عم بعرف رح أعطيك الريسيبي هلا. سو هل بيهمه هالريسيبيز هول أكيد سويت ريسيبي مع البامكن مع اللقطين، ممكن أنه يدخلوا على الويب سايت ويشوفوا هل رسيتات. لكن حكينا عن اللقطين، ما ننسى كمان اللقطين فيه بزر، وبزر اللقطين ممكن انه وقت اللي منفضل اللقطيني ممكن كمان انه نشفها ونرجع نحمصها. اكزاكتلي فينا نستفيد من الدهون اللي الغير مشبعه اللي موجوده فيها، نزيدهم على السلطه، فينا ندخلها بكثير يعني ما منكب شيء من اللقطيني غير القشره بالنهايه، وبنكون عم نستفيد منها وعم نفيد كل العائله. بس تفقيت البزره صعبه شوي، في ناس بيحبوا بيتسلوا بتفقيت اللقطين بيسليهم يمكن. ايه او فينا نشتري كمان، انا بشتري بزر اللقطين مفقع اكزاكتلي وبرش على السلطه ستريبو بقرقش وبياخد طعم، بيعطي تكستشر بيعطي. رح نتابع موضوعنا بعد هالوقفه. أكلت من مشغولين عم نحكي مع مارون عن تارت، كان عامل تارت اسمه قد ايه اخذت سكسي، قد ايه العالم بلش يتلف نولي. هلا فرجيك الصوره، اكيد ما عندي شك كل اللي بيعملوا مارون كثير طيب. منتابع منتابع، لكن حكينا عن اللقطين، حكينا كمان عن الدرع، قد ايه مهم الدرع انه ندخله. ما بعرف اذا مارون هيز اوكي وذ ذات، فينا نحشي كمان الحبشه درع، ما بعرف اذا مندخل الياف بدل ما نحط رز اذا بدنا، اكيد بنكون عم ناخذ فيتامينات والياف كمان. اي صح صح، يعني بتساعد النظر، اللوتيين اللي موجوده بالدرع مهمه جدا. هلا فينا ناكلها بلا ما نحشي الدرع كمان. اللي ما بيحب شو بدها. بنتقل هلا ستيفاني للكرامبريز. الكانبرج بالفرنساوي، الكرامبريز بنعرفها بنعرفها قديش مهمة لا تكافح الانفكسيون اورينير، وخاصة نوع بكتيريا معينة بتتواجد عند الأشخاص اللي بيعملوا التهابات بالبول. بتساعدهم أكيد تا يتخلصوا منها، ولكن إحنا معظم الأوقات بناخد الكرامبري كعصير. صح. وأنا هون بدي نبه المشاهدين وقت اللي بدهم يشتروا عصير الكرامبري ينتبهوا على المكونات، مكونات العصير، لأنه معظم العصير اللي مكون من الكرامبري فيه نسبة كتير قليلة من الكرامبري، يعني نحن بنكون عم ناخده لما نفع الكرامبري. ولكن كم جرامات لازم يكون فيه بالعصير؟ هو لازم يكون فيه حوالي فوق 50% من العصير لازم يكون جاي من عصير الكرامبري. معظم الانواع اللي بالسوق لازم نفتش منيح تنلاقي، لازم نشرب القنينه لناخذ صح الكميات اللي لازمه. هلا في انواع بالسوق بتحتوي على نسبه عاليه من الكرامبري جوس، ولكن الافضل من هيك ستيفاني هو ناكل الكرامبري. وهلا نستعمل هالنوع من البريز. انا اليوم لابني عملت له ساندويتش شيفر، حطيت له نوا، حطيت له شوية كرامبري عليها. فكرة كتير حلوة، كتير طيبة عم تطلع. أكيد يعني هيك بعطي فكرة للمشاهدين. أكيد مهم كتير أكيد ندخلهم. هلا الكرامبري اللي حطيتيهم مجففين يمكن كتير طيبين مع الجبنة، بس هلا كمان منلاقي كرامبري فريش. نعم. بس حامضين شوي، حامضين، ممكن انه ندخلهم بالصوص وقت اللي بنكون عم نطبخ، ان كان روستو او حتى عم نعمل دجاج او حبش. بالثانكسجيفينغ بامريكا كثير بحطوا كرامبري، وفوائدها اكيد بتضل افضل وفيها سكر اقل، لانه الفواكه المجففه الكرامبري المجفف بيزيدوا له سكر. نعم. بس ما رح ناكل كميات كثير كبيره، ما رح ناكل كميات، تنقدر شوي نزيد الكميه ونستفيد اكثر من هالفوائد الكرامبري، اكيد فينا نشتريهم فريش ونستعملهم بالاطباق
صح. اللي بيلبق لها الحموضه، لانه هي مثل ما عم تقولي مزبوط فيها حموضه الكرامبري الطازه. وهون معلومه يمكن جديده، انه هالماده اللي موجوده بالكرامبري ما بتفيد بس الاشخاص اللي عندهم التهابات بالبول، ولكن كمان الاشخاص اللي معرضين لنوع بكتيريا بتجي بالمعده اللي هي الاش بيلوري. صح. اللي تعمل اكيد قرحه. الدراسات عم بتفرجي هلا انه وقت اللي الاشخاص عم بياخذوا كميه كافيه من هالبريز او هالنوع من التوت، عم بيخف الاصابه، عم بتخف الاصابه بالانفكسيون بالاش بيلوري بالمعده. سو لكل الاشخاص اللي بيهمهم هالموضوع اكيد يشتروا هالنوع من الفواكه ويتناولوها بانتظام. ننتبه على المجفف، لانه المجفف بيزيدوا له سكر، سو نضل منتبهين على الكميه اللي عم ناخذها. قد ايه فينا ناكل المجفف؟ يعني اذا بدنا نحكي المجفف تقريبا يعني اكثر شيء عندنا ببيوتنا ولا ربع 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 كبايه، يعني ربع كوب بيحتوي حوالي 100 سعره حراريه، يعني هي تقريبا حصه ونص من الفواكه اذا بدنا نقارنها بالفواكه. اكيد فينا ندخلها مثل ما قلتي مع الجبنه، فينا نحطها، فينا نخلطها مع فواكه مجففه ونبعتها على المدرسه مع الاولاد، وحتى نحن اذا طالع بالنا بس بتحط كثير قليل، بس بيعطي طعم كثير طيب الحلوه. اكزاكتلي exactly. انه في الحموضه وفي بنفس الوقت ال بدل ما نحط مربى اوقات على الجبنه فينا نحط كرامبريز. اكزاكتلي. هلا شغله ثانيه كمان، بما انه عم نحكي عن الفواكه المجففه ما لازم ننسى كل انواع الفواكه المجففه، لانه هلا فيها تغنينا عن الحلو، خاصه انه هلا بموسم الاعياد عندنا تندنسي عيد راس السنه هيك كثير ناكل حلو، خاصه هلا اذا في اشخاص قاعدين بالبيت مش عم بيظهروا. الفواكه المجففه فيها تكون سناك كثير مع اللوز والجوز، ما نكتر كثير لوز وجوز، ننتبه على الكميات، واكيد دائما ما ننسى انه ننبسط بالاكل، لانه يعني وقت اللي بننبسط بالاكل ممكن انه الكميه اللي عم ناخذها حتى لو كانت فيها سعرات حراريه زياده تكفينا بكميه قليله. وما اهم شيء اهم شيء اهم شيء البالانس، ناكل من كل شيء بكميات معتدله، دائما بنحافظ على صحتنا. exactly. وناكل شيء طيب. exactly. دائما صح صح. Thank you ناتالي، رح نشوفك بكره الله راد. مشاهدينا وقفه، انا برجع بشوفكم مع مارون الشديد، واليوم عندنا الداند اتوتالور.